عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها ونرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة اللي بتدور حول النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش الفيديو ده موجه فقط للاهلاوية، لو انت اهلاوي قلبك جامد حديد في حديد يلا اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. طيب نخش على طول في اول حاجة معانا النهاردة، اولمبياد طوكيو. مصر والبعثة الأكبر في تاريخ الوطن العربي وفي تاريخ الاتحادات واللجان الأولمبية العربية، مصر بترايحة بحوالي 138 لاعب ولاعبة. تعال نشوف كده مصر كلفت كام على سفر هذه أو هؤلاء اللاعبين والاعتمادات اللي تم اعتمادها من أجل اللجنة الأولمبية والبطولة الأولمبية في طوكيو، وهل الانتصارات او النتائج تساوي المبالغ اللي اتدفعت دي ولا لا؟ اتحاد رفع الاثقال تم اعتماد مبالغ 7 مليون جنيه، اللي اتصرف فعليا لحد شهر 7 كان 5 مليون جنيه. تايكوندو كان معتمد ليه 12 مليون و200 الف، اتصرف له 10 مليون و700 الف. انا هقول لك اللي اتصرف. السلاح، اتحاد السلاح اتصرف له 13 مليون و500 الف، الملاكمة 6 مليون وربع، المصارعة 13 مليون وربع، الجودو 13 مليون وربع برضو، الرماية 10 مليون و900، الخماس الحديث 14 مليون 150 الف، السباحة 12 مليون 150 الف، ألعاب القوة 10 مليون 400، الجمباز 10 مليون 650، الفروسية 23 مليون 300 الف، الدراجات 2 مليون 50 الف، تنس الطاولة 6 مليون 800، الترايسلون 5 مليون 50 الف، الكاراتيه 9 مليون 900، التنس 4 مليون 750، الريشة الطايرة 3 مليون 950، كرة اليد 12 مليون 400، الكرة الطايرة 2 مليون 300، القوس والسهم 4 مليون 200، الهوكي 2 مليون 950، التجديف 2 مليون 800، الشراع 5 مليون 50 ألف، الرجبي 500 ألف، الجولف 500 ألف، كرة القدم 49 مليون. إجمالي كام يا فندم تم صرفه من أجل الأولمبياد والتجهيز للأولمبياد على الاتحادات؟ 263 مليون وربع. النتيجة إن النهاردة مصر بتخش في أول يوم للمنافسات 17 لعبة ما بتنتصرش وما بتحققش انتصار غير في لعبة واحدة هي كرة اليد، و16 لعبة بيمثلهم 30 لاعب، يعني حوالي خمس البعثة النهاردة روح في أول يوم كده. مين اللي هيحاسب على ال 263 مليون اللي اتدفعوا من دم الشعب المصري؟ وهل كان الأقدر والأجدى إن بدل ما أروح عدد في الليمون ويلا يا جماعة احنا رايحين معانا 138 و163 و250 ونرجع في أول طيارة ويدوب تبقى مسافة السكة بالنسبة لنا، ولا كان الأجدى والأقدر إن الفلوس دي يتم إنفاقها وإعداد أبطال أولمبيين فعليا، وبدل ما أروح ب 163 ولا 138 كأكبر بعثة عربية، لو كان عندي 10 بس جهزتهم كويس بس العشرة دول يروحوا يجيبوا ميداليات كان أكرم ليا وأشرف ليا، ولا نروح يعني بفكرة الممارسة فقط، احنا عايزين نوري العالم ان احنا عندنا رياضة وبنمارس الرياضة وبنحب الرياضة وبنحفز الرياضة فجايين لكم ب 138 واحد. طب ال 138 دول لماذا لم يتم اعدادهم بالشكل الجيد اللي يليق بسمعة مصر اللي يليق باسم مصر؟ هل معالي وزير الشباب والرياضة عنده ملاعب في المدارس تأهل وتطلع لاعبين أولمبيين؟ هل الرياضة في مصر في اهتمام بيها؟ يعني أتمنى الاهتمام بالرياضة في مصر يعني يزيد شوية خلال الفترة القادمة. واللي بيحصل في أولمبياد طوكيو حاجات محبطة، أتمنى إن ما يكونش القادم أسوأ. في عدد من اللعبات اللي ممكن يعني هم دول اللي عليهم الأمل، زي مثلا جيانا فاروق في الكاراتيه، فريال عبد العزيز في الكاراتيه،
علي الصاوي في الكاراتيه، دول ثلاثة في أمل عليهم يا رب ما يحبطوناش ويطلعوا بأي ميدالية. كيشو في المصارعة، منتخب اليد اللي النهاردة فاز على البرتغال، دول أعتقد اللي هم يعني ممكن يعملوا حاجة. أبو القاسم في سلاح الشيش، وهداية ملاك اللي حصلت على برونزية قبل كده. نتمنى التوفيق لإخواتنا وولادنا المصريين اللي خمس البعثة خلاص خسر النهاردة في أول يوم من المشاركات. طيب ده بالنسبة لأول موضوع معانا. هو أنا عايز أسأل سؤال بالنسبة لنيلو فينجادا، فينجادا اللي راتبه السنوي يصل أو يقترب من مليون دولار، يعني حوالي 15 مليون جنيه من دم الشعب المصري برضو. ما الفائدة التي تعود على الاتحاد المصري لكرة القدم من وجود هذا الرجل في الاتحاد؟ إيه هي وظيفته وإيه هي أدواره؟ لما يكون فينجادا فشل قبل كده مع كل الأندية أو المنتخبات اللي دربها، ما في منجحش إلا مع الزمالك مثلا، إيه الفايدة إن أنا أجيبه وأمسكه مدير فني لاتحاد مصري لكرة القدم بمليون دولار في السنة؟ هل أنت جايبه كبديل لحسام البدري عشان أول سقوط لحسام البدري تطلع تقول أهو المدير الفني الجديد أهو، ولا أنت جايبه عشان يدعم نادي الزمالك وكل يوم والتاني يروح يعمل ورشات فنية لمدربي نادي الزمالك؟ أتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلع يقول لنا إيه وظيفة الأخ فنجادة إلا أنه يعمل ورش فنية لمدربي نادي الزمالك. عايز أوريك صورة دلوقتي لخالد الغندور. دي صورة خالد الغندور بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي. الصورة دي نزلها على صفحته الرسمية. الصورة دي تخيل أنت، دي صورة واحد طالع تالت مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بيتريق على بطل أفريقيا للمرة التانية على التوالي خلال 8 شهور، بيتريق على فريق واخد تالت كاس عالم وهيرجع يشارك في كاس العالم في ديسمبر القادم أيضا في أقل من سنة، بتروح تشارك في كاس العالم مرتين، بيتريق على نادي واخد بطولة الدوري بينافسه راس براس على بطولة الدوري الموسم ده، هو في آخر 15 بطولة ما كسبش الدوري غير مرة واحدة، ومع هذا طالع بيسخر وشارب بيشرب عصير أخضر. معرفش إيه العصير الأخضر ده، هل ده ليمون بالنعناع مثلا ولا إيه؟ معرفش والله. فيعني تخيل عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم، ماذا لو، سؤال الجغرافيا، ماذا لو كان فاز الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا؟ أعتقد أن خالد الغندور ومن يشابه خالد الغندور كان ممكن يخلصوا محصول الليمون والنعناع في مصر كلها. ده لمجرد بس أن الأهلي، الأهلي مش الزمالك يا جماعة، الأهلي بيتعادل مع البنك وبيخسر نقطتين، بيطلع خالد الغندور بيشرب العصير، الشوب العصير الجميل بتاعه. فما بالك لولا وجود محمد مجدي قفشه، كم الزيطة والزنبليطة والأفراح والليالي الملاح اللي كانوا ممكن يعملوها. يعني ده نادي خسران أفريقيا، ترجي واخده رايح جاي، طالع تالت المجموعة، كان قريب أن يكون حصالة مجموعته، في آخر 20 سنة أو 18 سنة دائما ما بيكون حصالة أو ما بيشاركش أصلا وبيكملش في الأدوار بتاعت المجموعات، ويطلع خالد الغندور فرحان ويشرب الشوب ده. ما بالك بقى لو كان الزمالك كسب نهائي أفريقيا 2019 أو 2020 قدام النادي الأهلي بتاع القضية، ممكن كان ممكن يعمل فينا إيه؟ الزملكاوية نفسهم كانوا ممكن يعملوا فينا إيه؟ تخيلوا كده، هل كان ممكن إحنا نطالب بهجرة خارج مصر بسبب اللي بيحصل لنا؟ لأن إحنا بنتعرض لمضايقات كثيرة من جماهير النادي المنافس. هل كنا هنتحمل الزيطة بتاعت جمهور النادي المنافس لو كان فاز بدوري أبطال أفريقيا واللي أكيد بيمثلهم خالد الغندور؟ خلينا أقولك إن الأهلي هو بطل أبطال أفريقيا، الأهلي فاز بكل شيء، الأهلي فاز بالدوري، الأهلي فاز بالكاس، الأهلي فاز بالسوبر، السوبر الأفريقي، الدوري كأفريقيا،
كاس عالم، حاجات كتير، اخيرا دوري ابطال افريقيا. فايه يا اهلي انت عايز ايه بقى؟ ايه مش نشوف الجزء التاني في الشعب المصري لازم ينام مبسوط هو كمان، حتى لو كانوا بيمثلوا ربع الشعب فدول نسبة كبيرة. فخلاص إيه ليه يعني الاهلي؟ انت بتاخد كام دوري يا اهلي بقالك كام سنة؟ 6 سنين اهو. طيب يعني بتوع الزمالك دول يعني خلاص، دول لو صخر كان اتكلم يا راجل. طب معلش يا اهلي السنة دي بقى مفيش دوري بالنسبة لك. نعم اه مفيش دوري، خلاص تم الاتفاق على ان مفيش دوري للنادي الاهلي، وان كل العراقيل والصعوبات هتتحط قدام النادي الاهلي من اجل حرمان النادي الاهلي من بطولة الدوري، لان خلاص 75% من الشعب فرح كل شوية بطولة 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 بطولة، احنا خايفين عليكم ولا تموتوا من الفرحة، فعايزين نفرح الناس التانية. فانا بقول لك من دلوقتي بطولة الدوري بنسبة كبيرة مش هتكون للنادي الاهلي، الاهلي هيقاتل، لعبة الاهلي هتقاتل، لكن هيتحطرك العراقيل وانت وشطارتك بقى، وانت وشطارتك عرفت تعدي اهلا وسهلا، ما عرفتش تعدي خلاص البطولة. انا بقول لك ممهدة من بدري، مش من دلوقتي بالمناسبة، ممهدة من بدري لنادي الزمالك. بطولة انت خسران فيها حوالي 15 نقطة حكام، بطولة انت النادي المنافس بتاعك كسبان 19 نقطة بالحكام، يعني لو مفيش اتفاق مسبق وتواطؤ من بعض الاشخاص في التحكيم كانت الدنيا راحت في سكة انك فارق عن الزمالك ب 34 نقطة. انت كنت ممكن زمانك دلوقتي بتلعب بالناشئين، مش هقول لك باللعيبه الاحتياطي، لا كنت هتلعب وتكمل بطوله الدوري المصري الممتاز بالناشئين، وكنت هتحسم البطوله قبل 10 ماتشات من الماتشات القادمه، يعني الاهلي فاضل له 10 ماتشات كان زمانك دلوقتي بتقول النقطه بتاعت البنك الاهلي دي هي اللي ضمنت لي الفوز ببطوله الدوري المصري قبل 10 ماتشات من بطوله الدوري المصري الممتاز. طيب تعال نروح لرضا عبد العال. رضا عبد العال انا ما اعرفش بينه وبين بيتسو موسيماني ايه الصراحه، والله العظيم ما اعرف. يعني عارف لو موسيماني ده مصري كنت هقول لك اه ممكن مثلا حصل تاتش قبل كده، موسيماني خد منه ورثه، موسيماني علم عليه في تعليمه، موسيماني عمل اي حاجه، انما موسيماني مش مصري. ومع هذا بتجد رضا عبد العال دائما ما ينتقد موسيماني، ما بيدلوش حقه اصلا. الوحيد اللي كان في البرنامج اللي فيه رضا عبد العال واللي كان دايما بيسد رضا عبد العال او بيصد معاه في الكلام وكان بيتكلم عن موسيماني كويس جدا وشكل جيد، وكان بيتكلم انه مدير فني فاهم وكويس جدا وما ينفعش ان واحد بقيمة رضا عبد العال ايا كان هو كان ايه بيلعب كرة، لكن فنيا هو مش بالقيمة اللي تخليه يقيم مدير فني بحجم بيتسو موسيماني او يتريق عليه بالشكل اللي بيحصل ده. فكان ابراهيم سعيد هو اللي دايما اللي بيتريق على رضا ويتريق على اي حد مع رضا يحاول يقلل من امكانيات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اللي كان من اول يوم الحق يتقال. ابراهيم سعيد كان من اول يوم وجود موسيماني في النادي الاهلي كان دايما بيقف ويدعم بيتسو موسيماني وكان مقتنع بامكانيات بيتسو موسيماني وكان بيهاجم دايما على طول رضا عبد العال. نتمنى ان رضا عبد العال يفهم ان بيتسو موسيماني مش هو اللي يتحط تحت اجندة رضا عبد العال، يعني بيتسو موسيماني مش هو اللي يتقيم من رضا عبد العال. رضا عبد العال ممكن تجيبه وتحطه في استوديو تحليلي في الدرجة الرابعة او الدرجة التالتة عشان يقيم المدربين هناك، لان ده مستواه. مش بقلل من رضا عبد العال كشخص، ولكن تعالى نتكلم على ارض الواقع، ايه الانجازات اللي عملها رضا عبد العال اللي تخليه وتؤهله انه يحلل اداء مدربين الدوري المصري الممتاز؟ مش هقول لك موسيماني، المدربين العاديين المصريين ولا حاجة. طيب ايه انجازاتك في الدرجة الاولى؟ هل صعدت بفريق من الدرجة الاولى للدوري الممتاز؟ لا. يبقى اذا انت حتى ملكش تقيم المدربين اللي في الدرجة الاولى اللي هم القسم التاني. اذا انت ممكن تمسك من القسم التالت والرابع تقيم فيهم زي ما انت عايز لحد ما تاخد كورسات تؤهلك او رخص تؤهلك انك
تدرب فرق كويسه تاخد معاها بطولات، ودي ممكن تاخد لها بتاع 10 سنين، يبقى تعالى بعد كده قيم مدربي الدوري المصري. لكن ما يحدث هو شغل الفهلوه، معاك شهاده؟ لا خلاص خش بالفهلوه واتكلم، انتقد ده واتريق على ده ومسخر ده واعمل اللي انت عايزه على ده، المهم انك تضحك الجمهور يا رضا. الجمهور كان بيضحك زمان، لكن لما لقى ان الموضوع ملوش علاقة بالكوميديا، ان الضحك والكلام ده كله ده مجرد ان انا حاقد على شخص ما او حاقد على مجموعة بتدرب الاهلي والزمالك، وكان نفسي في يوم من الايام ادرب الاهلي او ادرب الزمالك، فالجمهور فهم، الجمهور فهم اللي بيحصل وايه سر النقد الدائم لمدربي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر. هو يظن انه لو مسك اي فرقة في منتصف الجدول هيكسب الدوري المصري الممتاز. انت كسبت قبل كده، مسكت طنطا قبل كده، كسبت مين؟ معرفش تكسب اندية هبطت معاك، فما تجيش تقول لي اهلي وزمالك ومنتخب. شكرا لكم، سلام عليكم.